بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يشارك في هذه الندوة الأستاذ الداعية الخطيب المصقع والمحاضر المفوه العالم الفقيه سيدي متولي موسى، وهو له باع في مجال الدعوة وله كتابات نشرت وطبعت في مجالات مختلفة وخاصة في مجال التربية، كما سيلتحق بنا إن شاء الله ربنا الأستاذ الإمام الفقيه سيدي محمد الحجيوي، وهو ممن تلقوا العلم بالمملكة المغربية بمدينة طنجة والتحق بالمدينة المنورة فتخرج من الجامعة الإسلامية وله مشاركات علمية ومحاضرات في عدة ملتقيات. نرجو الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما سنستفيده، علما بأن هذه الأمسية وبالخصوص هذه الليلة كانت ليلة عظيمة بمحاضرة حبيبنا وأستاذنا الشيخ متولي موسى، كانت محاضرته قيمة وشاملة ونافعة وعامة، ووددنا أن لو استمر في الحديث، كما أنها توجت بهذه التلاوة المباركة من هذا البلبل القرآني وأحد مزامير آل داود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري. أبدأ بفضيلة الدكتور صلاح الدين نكدلي في محور المواطنة. حبيبي سيدي صلاح الدين، مرحبا أهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك. كان له مناسبة فسافر وعاد وكذا، نرجو الله أن يبارك فيه ويبارك في أهله ويبارك في أولاده، ونرجو الله تعالى أن يحقق في لهذه الأسرة الكريمة، كان في مناسبة ربما عرس كذا، نرجو الله أن يجمع بينهما في خير. كذلك أخونا الحبيب أهلا وسهلا، كان له عرس ابنه البارحة، احنا نسلو له العشاء ومع ذلك نرجو الله أن يبارك فيه وأن يجمع بين العريس والعروس في خير، وراه نسيبنا تناسب مع المغاربة، ها نرجو الله أن يبارك فيه. وبالمناسبة أنا صوتي كما سمعتم أمس والإخوة جزاهم الله خيرا انشغلوا بي كثيرا، ومنهم الشيخ ممدوح التمامي، فكان وأنا في الفندق يرسل إلي الزنجبيل. أما حبيبنا الحاج شبيح البارحة يتابع معنا ما استطاع أن يحضر، ولكن أهله جزاهم الله خيرا قالوا لو وجدنا من يأخذ العسل الفلاني في عسل معين مغربي خاص بالجنوب اسمه الدغموس، كذا الدغموس، فقالت لو وجدت من يأخذ هذا العسل لفلان، فهذه القصة طبعا قصة كريمة وعلاقة خاصة وعلاقة حبية كبيرة وكريمة، فأرسلوا لي العسل وأخذت منه قبل النوم وبعد الاستيقاظ، فبدأ الصوت يتحسن، وفرض علي الشيخ عماد جزاه الله خيرا ألا أتحدث ولا أتكلم حتى آتي إلى المنصة، فخضعت لأوامره. نعم الشيخ صلاح حفظك الله ورعاك وبارك الله فيك، المسلمون الذين جاءوا من البلاد الإسلامية وعاشوا هنا عقودا من الزمن ثم تناسلوا وتكونت أسر وأجيال، يا ترى هؤلاء لا زالوا ضيوفا في أوروبا أم صاروا مواطنين؟ فما وجه المواطنة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات في موضوع المواطنة؟ فليتفضل مشكورا مأجورا لمدة 10 دقائق كما قال. الساعة أمامنا إن شاء الله. الساعة أمامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبدأ كلامي فأقول يجب أن تصبروا على صوت المنخفض ولا يصل إلى عشر معشار صوت الأخ أخي أبو الأخ متولي في حديثه وصوته، وللأخ الشيخ تشجاني أيضا، فأنا من أصحاب الأصوات الضعيفة ولكنها عميقة. لا إن شاء الله فيها. يعني بما أنها ندوة للحوار والحديث الأخوي المباشر، نحن الذين أتينا إلى هذه البلاد أتينا ومعظمنا في سن الشباب، سواء دخل للدراسة هنا في هذه البلاد فهو ما يزال يعني لم يكتمل بعد في المعرفة، ولم يحصل ما يريد من فهم إسلامي صحيح، والذين دخلوا في العمل لم تتوفر لهم الإمكانات، وإنما الجميع عندهم شيء أخذوه من البيئة التي نشأوا فيها. هذا الشيء الذي أتينا به ما يزال إلى الآن يسبب لنا مشكلة. هل نحن من خلال أبنائنا ندرك عمق التأثير البيئي الجديد في أبنائنا، أم أننا لا ندرك؟ قسم من المتدينين لا يدرك ويزرع في الأبناء الانتماء إلى خارج الحدود وإلى وراء البحار ونحو ذلك، والأبناء يسكتون ولكن في أعماقهم معاني أخرى غرست من خلال نشأتهم في هذه البيئة، فتعلموا لغتها، واللغة تحمل معها أفكارا وعواطف ورؤى وأشياء كثيرة، حتى المزاح. أبناؤنا لا يفقهون كثيرا من مزاحنا وكلامنا، ولكن يفقهون لغة هذه البلاد التي عاشوا فيها. أنا أذكر أن ابنتي قبل أكثر من 25 سنة وصلت الأسرة إلى فرانكفورت ليسافروا إلى دمشق في زيارة، وكانت صغيرة، فقال لها المفتش الحقائب، قال لها: ستذهبين إلى بلادك وتزورين أهلك وتعودين إلى هنا؟ قالت له: لا، أنا بلادي هنا، أنا عشت هنا، هذا أنا هناك أذهب إلى هناك زيارة وسأعود إلى مدرستي وسأعود إلى أصدقائي. هذا كلام ليس الآن يعني في الله. فهذا الموضوع يا إخواننا ما يزال قسم منا يحلم في العودة، وقد يعود بعد ما تخرج الروح إلى بارئها، تصعد إلى بارئها إلى بلاده، وقد يدفن هنا. يجب أن نعيد النظر. شيء آخر يا أخواني، من أهل هذه البلاد ناس دخلوا في الإسلام، كيف نفرض عليهم أن يشعروا بالغربة والعزلة الشعورية والعزلة العملية، وأنكم بمجرد قولكم لا إله إلا الله لم تعودوا من أهل هذه البلاد، وهؤلاء ليسوا قوما لكم؟ نحتاج نحن المسلمين إلى إعادة النظر في الأمور هذا. طبعا عندنا مشاكل في التربية، مشاكل في بلادنا ومشاكل هنا، مشاكلنا هنا تتضاعف بسبب أن الغرب الذي قدر الله أن نعيش فيه هو في هذه المراحل التاريخية صاحب إمكانات وتأثير، فعنده اجتهاد متطور وينمو في قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع. أقول عنده اجتهاد، تعرف المجتهد ما دائما يصيب، وعندهم أخطاء، ولكن هذه البلاد تستقل إلى حد كبير بالصناعة وبصناعة العادات
وبالتأثير حتى خارج المنطقة. فنحن هنا موجودون، إما أن نفرض على أنفسنا عزلة وعلى أبنائنا وسيعانون منها ونتائجها كراهية الآخرين، العزلة عن الآخرين وعدم القدرة على الاندماج الطبيعي لهذا، أن هذه البلاد هي بلاد لهم. نحن نخطئ كثيرا في هذا الموضوع وندرك أحيانا متأخرين. المواطنة يا إخواني هو أن هؤلاء قوم أصبحوا لأبنائنا قوم، والأرض أرضهم والوطن وطنهم، فإذا لم يعيشوا هذه الحقيقة سوف يعانون ويعزلون أنفسهم. أذكر مراد هوفمان، سمعتم به، يعني المسلم الألماني، وهو صاحب فكر. كان عندنا في محاضرة في آخر للشباب، فقال لهم هذا المعنى: إذا لم تشعروا من أعماق قلوبكم أن هذه البلاد بلاد لكم، أنتم الذين تجلبون المشاكل إلى داخل عقولكم وحياتكم الخاصة، لأنه سوف تهربون من هذا المجتمع، تكرهونه، تحقدون عليه. هذا لا يعني أن المجتمع في هذه الحالة التي نحن فيها لا سيتقبلنا كما نحب، وإنما هي هذه فترة الشك. فإذا دخلنا فيه بإمكانات طيبة وحسنة وبمحبة وغيرة، سوف نجد يوما بعد يوم تنفتح القلوب ويكون لنا دور من خلال أبنائنا الذين عاشوا هنا. فأنا أحذر من أنه نحن نزرع في أبنائنا أنهم ليسوا من أهل هذه البلاد، فلا نحن تركناهم يعيشون مع المعاني التي نشأوا عليها، ولم نحملهم إلى أماكن أخرى ليعيشوا في تفاهم مع البيئة المحيطة بهم. فهذا موضوع مهم جدا. طيب المواطنة ما هي؟ يعني إنسان هولندي شو مطلوب منه؟ المسلم يجب أن يشعر أنه مطلوب منه هو ما هو المطلوب من الهولندي والبلجيكي والفرنسي والألماني، يعني أن يحب الناس، أن يسعى في مصالحهم، وأن ينقد الواقع من خلال آليات هذا الواقع. هذا الواقع يعطي إمكانات للتأثير والتغيير. فمثلا نحن والإعلام، أين نحن في الإعلام؟ يعني إذا شتمنا الإعلام يصنع صورتنا ويشوه ويصنع أشياء كثيرة، هذا صحيح، ولكن ماذا نصنع؟ الشيء الآخر، نحن هنا جزء من أمة وواقع إنساني، وأمتنا اليوم شئنا أم أبينا في حالة تحفز ونشاط والبحث عن كيان ودور لها في الوجود. لم تتبلور بعد، ولكن تجمعت في ضمير أمتنا معاني كبيرة جدا ومهمة وتحتاج إلى إعادة صياغة. فأنا أذكر أحد المستشرقين القدامى، في مستشرقون هنا الآن، مستشرقون جدد القدامى، مرج اليوث، قال كلاما بهذا المعنى، لا أحفظ كلمة كلمة ولكن المعنى، قال: لا تنخدعوا بأن المسلم قد حلق لحيته ولبس ثيابنا، وأن المرأة قد خلعت حجابها، فهؤلاء في أنفسهم حنين إلى أمر آخر، وهؤلاء ينتظرون قيادة ترتب لهم أمورهم وتصنع منهم شيئا له قيمة. طب هذا أمر طبيعي، التدافع، سنة التدافع في الحياة هذا. فنحن شو المسلمون في أقطارهم عندهم سنة التدافع ومصالح ومشاكل كبيرة، يجب ألا ننقل مشاكل بلادنا إلى داخل بيوتنا وإلى علاقاتنا هنا مع الناس
وإنما نعلم أنفسنا ونعلم أولادنا كيف نتحرك لخدمة الناس جميعا ومن جملتها بلادنا وناسنا هناك، ولكن بآلية هذه البلاد. مثال بسيط، هناك مؤسسات إنسانية وخيرية أقامتها المجتمعات، ناس أقامها ناس يعني مدنية، مؤسسات مجتمع مدني هذا تهتم بالناس، الصليب الأحمر وغيره. هؤلاء لهم ترتيبات، نحن في بلادنا إذا لم يأتوا إلى أماكن الأزمات نشعر بالخواء والضياع، وعندهم إمكانية أن يذهبوا إلى بلادنا بطعام وشراب ومعونات إلى آخره. نحن هنا يمكن، ونحن نفكر كأوروبيين أن نصنع أشياء وأن ننقل التجربة، ولكن ليس بخلفية الاستغلال بل بخلفية حقيقة أننا نعمل وفق القوانين ونلتزم بالقوانين الموجودة في هذه البلاد. أقول القوانين، القانون لا يجبرنا في كثير من الحالات على ما يخالف ديننا، وإذا كان هناك نوع من الإجبار فعلى كل إنسان أن يرجع إلى مرجعية شرعية ترشده كيف يتصرف في حالات أن القانون لا يعطيه إمكانية أن يتصرف كما يحب، لا كما يحب كشخص ولا كما يطالبه الإسلام. ومن ذلك على سبيل المثال، لو التعليم أو الحجاب، من الذي يفتي؟ نذهب إلى بعض الإخوة وبعض الشباب أشكال وألوان، وأنا أذكر هنا في هذا المسجد قبل سنوات عندما كان شيراك يناقش موضوع الحجاب في المدارس في فرنسا، وأتاني سؤال من الأخوات هنا، إذا هناك منعوا الحجاب أوروبا سوف تتبع وينقلون نسخ، ينسخون هذا القرار، فماذا الرأي؟ نقلت بعض الآراء وأنا يعني ملت إلى رأي، وهو أن العلم ضرورة، حاجة ضرورية. العلم والحجاب أثناء التعليم، تنحي الحجاب وتدخل وتخرج وتلبس الحجاب إذا لم نجد بديلا، والأصل أن نبحث عن البديل. أشياء من هذا القبيل، من يفتي فيها يا إخوان؟ المهم بعد ما أنهيت الكلام التقيت هناك عند الباب ذاك مع إخوة يعني متجهمين غاضبين، أنه كيف تقول هذا الكلام؟ وقال لي أحدهم أرجو أن تعود إلى المنصة وتصحح. فسألت أنت يا أخي أنت متزوج؟ قال نعم. إذا مرضت زوجتك ولم نجد امرأة لا مسلمة ولا غير مسلمة واحتاجت زوجتك إلى الطبيب، ماذا تصنع؟ فكر. قال إذا ما في ضرورة يعني لا ما مشكل، سيبها تمرض. هذا قلت له طيب ما مشكل، أنت إذا وجعك الضرس تذهب للطبيب، وهي إذا وجعها ضرسها، والطبيب إذا ذهبت إليه سوف يفتح لها فمه ويضع يده على شفاهها يعني سيشتغل مثله يعني مثل بقية المرضى في هذه الحالة. ما هو الحكم الشرعي ومن يفتيك؟ أنت الآن تفتي للناس قل له هذا. قال إذا تتحمل الألم لا تذهب. قلت له في بلادنا بقوله وجع الفلس يعني الفقر ولا وجع الضرس. فقلت أنت كيف تفكر يا إخواننا؟ كثير من الناس يفتون لمن حولهم بمعرفة شرعية ضحلة ويوقعونهم بالمآسي ويقولون هذا دين. عندنا نحن مشكلة موجودة، وهو أن الذين يخافون منا لا ينطلقون من فراغ، يستغلون عثراتنا وأخطائنا ويكبرها ويخوفوا منا. وأقف عند هذا الحد الشيخ، تحرك. جزا الله خيرا
شيخنا وأستاذنا وحبيبنا دكتور صلاح الدين نكدلي على هذه الإضاءات التي أشار من خلالها إلى جوانب تربط المسلمين بهذه الأوطان التي يعيشون فيها، بحيث يتأهلون أن يكونوا مواطنين صالحين نافعين إيجابيين، وأن يعدوا أجيالهم وأولادهم ليكونوا في المستوى الذي يليق حتى يؤدوا ما يجب عليهم تجاه دينهم وتجاه مجتمعهم. وطبعا المحاضرة السابقة التي كانت بين العشاءين كانت تحوم وتدور وتصب في موضوع مهم، وهو موضوع، ما هو الموضوع؟ الموضوع اللي كانت في المحاضرة بين المغرب والعشاء، ما سألتك يا شيخ أنت، أنا أريد هل كان هؤلاء الإخوة الأحباب حاضرين ولا لا؟ الله يفتح عليك مظاهر. فأنا الحقيقة محور مهم أقول للأستاذ الكريم شفاه الله وعافاه ومتعه بطول العمر ونفع المسلمين وغيرهم بعلمه، قلوا آمين. فأقول يا شيخ متولي، سماحة الإسلام تحدثت عنها وذكرت نماذج منها، لكن يا ترى هل الناس من حولنا سواء أكانوا من بني جلدتنا أو كانوا من مواطنينا يعرفون هذه السماحة ويدركونها ويتبنونها؟ فإذا كان خلل أو نقص فما هو المطلوب لتعريف الناس بهذه المعالم وبهذه الفضائل وبهذه الأنوار التي جاء بها ديننا الحنيف وبلغه رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ مضاعفة الجهود الدعوية للتعريف أو لتعريف الناس بسماحة الإسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أريد أن أدخل على مجالات العمل الفردي، فمجالات الأفراد واسعة، يعني مع الجيران، مع أصدقاء أولادك في روضة الأطفال، في المدرسة، في الملعب، لما نخرج مع أولادنا إلى الملعب المفتوح الأولاد يلعبوا بيحتكوا بأبناء الآخرين. المسلم في معاملاته، في علاقاته، في وجوده بسمته الإسلامي وبأخلاقه العملية استطيع أن يقدم خدمات عظيمة جدا للإسلام. أذكركم فقط بالتجار الذين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالتجار الذين نقلوا الإسلام إلى جنوب شرق آسيا، البلاد المليونية، أكبر بلد عربية ما وصلتش 100 مليون، مصر لسه قبل 100 مليون 90، لكن إندونيسيا وماليزيا وهذه البلاد الضخمة ذات الأعداد الهائلة، من الذي نقل الإسلام إليها؟ حدثتكم عن البخاري من بخارى وعن مسلم من نيسابور وعن أصحاب السنن من بلاد مختلفة، عندنا مالك، الإمام مالك، أما بقية أصحاب الكتب الجامعة للسنن كانوا من غير العرب، مسلمين دخلوا إلى الإسلام وامتلأت قلوبهم وعقولهم ونفوسهم بالإسلام فخدموا الإسلام خدمات عظيمة. أنا أريد أن أنظر إلى المؤسسات الإسلامية، يعني مساجدنا، يمر الأجانب سواء في هولندا أو بلجيكا أو فرنسا أو ألمانيا
من أمام باب الوقف الإسلامي، لكن لا يعلمون ماذا يحدث بداخل الوقف الإسلامي. ترى هؤلاء بيتدربوا على السلاح ولا لا؟ ترى هؤلاء إيش عندهم في هذا المكان؟ لماذا لا نفتح هذا المكان؟ يعني لا أريد أن أقول كل شهر مر، في السنة مر، ونقول هذا باب مفتوح، تعالوا إلينا نتحاور معكم، نتحدث إليكم، تسمعوا منا لا تسمعوا عنا من وسائل الإعلام، فنفتح الأبواب لمساجدنا ومؤسساتنا. أنا كنت في مصر، نشأت في مصر، وأقول لكم بكل صراحة في أيام عبد الناصر كان يعني الأكمام الأفواه مكممة ولا يجوز، ومع هذا وأنا في كلية التجارة عملت جمعية التوعية الدينية، وكنت أجيب الشيوخ إلى الجمعية. في يوم داخل أخذ تصديق من عميد الكلية، وأنا طالب، أخذ تصديق من عميد الكلية، قال لي ليش ما تجيب واحد قسيس؟ قلت له والله لو من قلة الأماكن اللي القساوسة يحضروا فيها لجبت، وأنا ما عندي ما يمنع. ومع هذا قلت له رئيس القسم اللي أنا فيه نصراني، أنا سأدعوه ليأتي يعطينا محاضرة في الـ في الـ في الـ في المكان، ما في مشكلة، ليس عندي هذا الشيء. لماذا لا نفتح مؤسساتنا لهذه البلاد؟ يأتي الناس يسمعوا منا، يعرفوا عنا، ويعلموا مباشرة من أفواهنا ومن سلوكنا. في الصبا كنت أنا أسمع عن كتاب للشيخ حسن البنا عليه رحمة الله، وأنا لست منتمي لجماعة من الجماعات، كتاب مذكرات الدعوة والداعية، وبحثت عن الكتاب في السوق ممنوع مش موجود. لما جيت لألمانيا صرت أهدي للناس، يعني مكتبات، أنا وأنا داخل وجدت عندكم عدد من أمهات الكتب موجودة هنا، عندي مكتبة في بيتي، يعني حتى المطبخ دخلت الكتب في المطبخ، يعني كل الغرف أصبحت فيها كتب إسلامية. كنت أتمنى أن يكون عندي مكتبة صغيرة في مصر، ما كان في إمكانية. الآن عندك إمكانية أن تتصل بمؤسسات مختلفة، أن تأتي بعلماء من أماكن مختلفة، أن تأتي بمراجع مختلفة، أن تكتب، أنتقل إلى الكتابة. في ألمانيا لما جئنا إلى ألمانيا، أنا وصلت ألمانيا في أول أبريل سنة 1974، حتى تعرفوا الآن صار لي 43 سنة في ألمانيا، يعني أكثر من نصف عمري، يعني ما قضيت في مصر أقل من اللي قضيته في ألمانيا. جئنا إلى ألمانيا كنا نبحث عن كتاب باللغة الألمانية عن الإسلام، لا نجد. الآن عندنا الأخ محمد رسول الله يرحمه، أخ مصري صار له في ألمانيا مدة طويلة، كتب ترجمة معاني القرآن الكريم وترجم تفسير مختصر للقرآن الكريم، وعما كتب أكثر من 80 بحث في الإسلام وترجم مختصر صحيح الإمام البخاري. هذا شخص وحده، لا أريد أن أتكلم عن آخرين. المكتبة الإسلامية الآن باللغة الألمانية في ألمانيا أصبح فيها مراجع، أصبح فيها الآن إمكانات هائلة، يعني وفي خلال وقت قصير، يعني أنا قلت لكم 42 سنة يعني أو 43 سنة، يعني خلال وقت قصير، فأصبح عندك من الإمكانات الأشرطة المسجلة والمواقع على الشبكة العنكبوتية النت، وأصبح عندك الآن كتب، وأصبح عندك أماكن مثل هذا المكان المبارك، وقف إسلامي ومراكز ومساجد ومدارس الآن لتعليم اللغة العربية، كل هذا لخدمة الإسلام. إنشاء هذه المؤسسات يكون له على الزمن نتائج لا نشعر بها الآن، وإنما نشعر بها في المستقبل. للأسف الشديد لا نهتم بإيجاد مثل هذه المؤسسات،
كم وقف موجود الآن في هولندا وإمكانية إنشاء وقف إسلامي إمكانية قائمة؟ كم وقف الآن موجود في هولندا؟ أنتم تعرفوا أكثر مني. الآن نحن نحاول في ألمانيا من سنوات حتى يسمح لنا بوقف إسلامي، حتى لأنه الإسلام معترف به هنا كدين، في ألمانيا الإسلام ليس دين، يعني لا يعترف به. فعندنا مشكلة مضاعفة، يعني أنه نحن نحاول أن نخدم الإسلام في بلد لا يعترف بالدين الإسلامي. كنا نتمنى أن يعترف بالدين الإسلامي حتى نتمتع بأشياء يتمتع بها إخواننا في الأماكن المختلفة. لكن أنا أسألكم، أسأل إخواننا في أسبانيا، أسأل إخواننا في إنجلترا، يعني هذه الأماكن التي تعترف بالدين الإسلامي، لماذا لم نؤسس مؤسسات لخدمة الإسلام، مؤسسات تقوم بالتعريف بالإسلام، و يعني بدل ما غيرنا ينشر عنا نحن نقدم أنفسنا، يعني نترجم كتب بلغة أهل هذه البلاد ونعرفهم بهذا الدين. والله يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتيه واحد غريب كان يقول له انتبهوا إلى هذه النقطة لأنها مهمة، اجلس لأسمعك شيئا من القرآن. طبعا كان بيأتوا كانوا عرب، والقرآن نزل بلغة العرب، وبلاغة وفصاحة القرآن فكانت تؤثر في الناس. نحن الآن لا نستطيع أن نقول لهم اجلس لنسمعك شيء من القرآن، لا، نقول له لنعلمك شيء من الإسلام. يعني كنا نتكلم في موضوع السماحة، نتكلم لهم عن سماحة الإسلام وعن حقيقة الإسلام. لا يأخذ الإسلام من واحد إرهابي، واحد متطرف، هذا ليس هو الإسلام، هذا لا علاقة له بالإسلام، بل هم يسعدون حينما يجدون هؤلاء المنحرفين ويتهمون الإسلام بالإرهاب. يعني أنا ليش قلت لكم أنا لا في العنوان بدي أغير أتكلم عن سماحة؟ لا، أنا بدي أقول أنه إحنا المسلمين يجب أن يكون عندنا سماحة وتطبيق لسماحة الإسلام حتى يرى هؤلاء منا حقيقة الإسلام ويتعرفوا على حقيقة الإسلام. لا يعرفوا عن الإسلام ويأخذوا معلوماتهم عن الإسلام من أعداء الإسلام. ممكن العدو يتكلم عنك بكلام جيد؟ لا والله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله تعالى يقول ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. شايف؟ يعني الآن مو بس فقط يعني احتلوا الأرض وطلعوا أهل الأرض من الأرض والآن يزعمون بالباطل ما ليس لهم بحق، ونحن السيسي كان يطلع لهم قرار قبل أيام فوجدوا أنه هذا القرار ممكن يحرجهم، ضغطوا على السيسي فسحب القرار. 6 دول من أمريكا اللاتينية تقدمت بنفس القرار دون أن تعدل فيه كلمة بالزيادة أو النقص، واتخذ القرار، واضطرت أمريكا للواقع القائم الآن بين الرئيس الحالي والرئيس الذي انتخب، اضطرت أن تمرر القرار بدون فيتو. الشاهد يا إخواني، لما نكون ضعفاء غير قادرين على أن نعرض حقيقة الإسلام ونقدم حقيقة الإسلام بنماذج وصور تطبيقية في أفراد ومؤسسات، غيرنا سيدعي علينا بالباطل ما لم نقول بالحق. أنا عندي كثير في هذا الموضوع لكن سأقف عند هذا الحد. نعود إليك إن شاء الله. 10 دقائق فأنا أخذت 11 دقيقة. جزا الله خيرا أستاذنا الشيخ متولي موسى على هذه الإضاءات الطيبة المباركة، نرجو الله تعالى أن يشفيه ويعافيه. آمين يا رب. وأن يبارك فيه وفي علمه. طبعا إذا نتحدث في هذا الموضوع عن قضية التعريف بسماحة الإسلام، وأشار إلى قضية مهمة جدا وهي قضية التواصل مع المحيط والانفتاح
على الآخرين ومحاولة إيجاد مجالات للحوار والمذاكرة والتعارف وتعميق الصلة من أجل التعريف بهذا الإسلام. ولنا محور في هذا الموضوع، محور الحوار والانفتاح والتواصل، يسلط الأضواء عليه أخونا وحبيبنا الشيخ العالم سيدي محمد الحجيوي، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحوار على صعيد الأفراد والأسر والجماعات والهيئات والمؤسسات في هذه الأوطان الأوروبية، فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك، وعملا صالحا يكون سببا للنجاة بين يديك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، فنضل ضلالا بعيدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. وبعد، يعني 10 دقائق. 10 دقائق والمقدمة داخلة في الهاتف. هذا الشيخ الشيوخ مع بعض، احنا ما دخلنا. هذا الشيخ هذا طيب، مقبول ان شاء الله. الله يحفظك، الله يبارك فيكم. وبعد ايها الاخوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله سنبدا في الاجابه مباشره عن هذا المحور المهم، وهو محور الحوار والتواصل والانفتاح على المجتمع. طبعا من نافلة القول أن نذكر بأن للحوار أهمية كبيرة في الإسلام، فالإنسان المتكلم ماذا؟ لا بد أن يكون محاورا، بل ربما الوقت أكثر الوقت يمضي في مسألة الحوار، فالإنسان يحاور ويتكلم. والحوار طبعا له قيمة وله أهمية كبيرة، ومما يجسد أهمية الحوار وأن له تلك المكانة الكبيرة والعظيمة في الإسلام، هو أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم وأمدهم من العدم، علمنا ماذا؟ الحوار في قصة خلقه لآدم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. القول، وكلمة القول بالمناسبة تكررت في القرآن في 1722 موضعا، والقول يعني الكلام والتكلم، الحوار مع المختلف، الفرقاء، الأعداء، الأصدقاء، الصالحون، الطالحون، كل ماذا؟ الحوار مع الجميع. وسنرى ماذا؟ أن الحوار في الإسلام له سمات تميزه، وأن له ماذا؟ علامات، ليس كالحوار الذي نجده في بعض وسائل الإعلام مثلا، إذا أرادوا الحوار في قضية ما يستدعون مجموعة من الخبراء مثلا من متخصصين في علم النفس وفي الاجتماع وفي السياسة، ثم من جانب المسلمين في بعض الأحيان يأتون بإنسان ليس متخصصا وليس مؤهلا، ثم ماذا؟ يناقشون قضية تتعلق بالإسلام، فيظهر ذلك المسلم ضعيفا جدا في ذلك الموقف. وقد رأينا عدة لقاءات وعدة حوارات من هذا النوع، يؤتى بشاب غير مبتدئ، ليست عنده خلفيات معرفية ولا فلسفية، ويؤتى بأناس متخصصين في نظريات وقضايا علمية، ثم ماذا؟ تطرح قضية نظرية داروين مثلا، يأتي متخصص أستاذ في الجامعة أو مفكر أو كاتب، ويؤتى من قبلنا بإنسان ماذا؟ ربما لم يقرأ إلا بعض القصاصات أو بعض المختصرات عن تلك النظرية. فما هي الصورة التي سيوصلها الإعلام للناس؟ ما فائدة هذا الحوار؟ إذن الحوار لا بد أن نعرف أن للحوار استراتيجية،
ها؟ وأن الحوار ليس مقصود عند بعض الناس لذاته، وإنما يريدون أن يمرروا من خلال هذا الحوار رسائل. لكن الحوار في الإسلام رأينا ماذا؟ أن الخالق سبحانه وتعالى يعلمنا أن الحوار له أهمية كبيرة، وأن الله هو الذي خلقنا، ومع ذلك حاور الملائكة وأخبرهم وأعلمهم بخلق الإنسان، فقالوا إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هل سكت الملائكة؟ لا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بل نجد الأمر أبعد من ذلك، نجد إبليس، نجد إبليس ماذا؟ يحاور رب العزة والجلال ويقول ما عنده. انظر إلى الإسلام، لا ليس في هذه التخوفات، وسنرى ماذا أن الإسلام أبقى على تلك الحوارات، لم تحذف ولم تشوه، بقيت ماذا؟ محفوظة وخالدة في القرآن الكريم. هذا ماذا؟ إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ماذا؟ جاء إبليس يحاور رب العزة، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج إلى آخره. إذن الله سبحانه وتعالى يعلمنا الحوار، لأننا في أحيان كثيرة نفتقد إلى الحوار، تجدنا إذا أردنا أن نتحاور ربما ننتقل من الحوار إلى شيء آخر، لم نتربى على ثقافة الحوار. كذلك أيضا لما نقرأ الأنبياء أو لما نقرأ قصص الأنبياء في القرآن، نجد ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياءه إلى أقوامهم، ولو شاء أن يبعثهم بقوة السلاح وبقوة ماذا؟ أو بسلطة القوة، ها؟ لبعثهم مثلا من علية القوم، ولا أعطاهم من الإمكانيات ومن الأمور ما يرغمون به الناس على الإيمان وعلى التصديق. لكن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء وبعث الرسل، وجعل الأداة والوسيلة التي تواصلوا بها مع أقوامهم هي وسيلة الحوار. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا إلى آخره. قصة نوح في القرآن وذلك الحوار الجميل. ثم أيضا إذا انتقلنا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نجد ماذا؟ في آيات كثيرة وفي مواقف متعددة نجده محاورا، يحاور قومه، يحاور أباه، يحاور النمرود. ها؟ ألم تر إلى الذي حاج الحجاج، فن الحجاج فن علم، ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ينبغي ماذا؟ أن تكون صاحب منطق وصاحب حجة وصاحب دليل وصاحب برهان. كذلك أيضا في قصة أخرى نجد أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحاور قومه، ها؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم، انظر، قال الفن، قال قلت، الحوار يجري. وهذا الذي يجعل ماذا؟ الناس يتعرف بعضهم على بعض، وتكون ماذا؟ يكون هذا الحوار جسرا إلى التواصل. وأيضا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام نجدها في القرآن الكريم، أو نجد ذلك الحوار، وسنميز بين الإنسان الذي يؤمن بثقافة الحوار وبين الإنسان ماذا؟ الذي لا يؤمن بهذه الثقافة من خلال قصة موسى وفرعون. موسى لما بعثه الله إلى فرعون وأمره بأن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يأمره بأن يبتعد عن تلك الدعوة المأفونة، الدعوة الألوهية والربوبية، ماذا؟ بدأ موسى يحاوره، جرى الحوار، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، إلى أن يقول قال لمن حوله ألا تستمعون، فرعون قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شوف الحوار، لكن فرعون هنا بدأ يشعر بالعجز، وهذا هو سلاح العاجز. الإنسان ما إذا رأيت الإنسان في الحوار وفي المناظرة إذا رأيته يلجأ إلى العنف اللفظي أو إلى العنف الجسدي فأعلم أنه عاجز عن مواصلة الحوار. ماذا قال هنا؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، تهديد بقمع الحريات، وهذا هو شأن الدكتاتوريين في كل زمان ومكان، أليس كذلك؟ دائما الحق يسكتونه من خلال السجن ومن خلال القتل. هنا قال أول جئتك بشيء مبين، إن ستسجنني وستعاقبني حتى لو جئتك بشيء مبين بين واضح، قال فاتي به،
إلى آخر ذلك. ثم ماذا جاء دور الصحراء أيضا ودخلوا في الحوار وفي المشهد، ولما اقتنعوا من خلال الحوار مع موسى ومن خلال ما شاهدوا من المعجزات أيضا ماذا لجأ فرعون إلى أسلوب الوعيد والتهديد، ماذا؟ لأصلبنكم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني في بمعنى عالى، لكن هذا هذا ماذا التعبير أو مجيء في موضع عالى لنكتة بلاغية، لأن كأن ذلك الانتقام وذلك الحقد الذي صبه على هؤلاء المؤمنين ماذا بلغ ماذا هذا المبلغ، كانوا يريدوا أن يدخلهم في الجذوع لا أن يصلبهم على الجذوع. هذا إذن ماذا أدب من أداب الحوار. ومما نقرأه وما أكثر ما نجده في القرآن الكريم من وفي السنة النبوية وفي السيرة في سيرة رسول الله من قيم الحوار، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تحاور بين الرسول وبين المرأة خولة في شأن زوجها وفي شأن ظهار زوجها منها. ثم أيضا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات وهو يحاور رجلا من عتاة المشركين، جاءه عتبة بن ربيعة ومعروف من هو، جاء بتلك المطالب التي ماذا بعثته بها قريش، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرض. الآن لما بدأت دعوة الإسلام تنتشر وبدأت الدعوة تكسب المناصرين وأعوانا جددا إلى صفها، استشعرت قريش هذا الخطر، فجاء عتبة يحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه المطالب من المال ومن الزواج بأجمل النساء ومن السيادة في المجتمع ومن غير ذلك من الأمور التي تتحلب إليها أشداق الطامعين الذين ليست عندهم مبادئ، بينما صاحب المبدأ لا يمكن أن يساوم على مبدئه، أليس كذلك؟ طيب إذن هكذا جاء عتبة وتكلم وعرض هذه الأمور بتفصيل والرسول يستمع له، لم يقاطعه ولم ينهره، تركه حتى انتهى من كلامه، ثم قال له هل انتهيت يا أبا الوليد؟ لم يقل له هل انتهيت يا فلان يا عتبة، وإنما يا أبا الوليد، وتعرفون أن في الكنية ماذا تكريم للإنسان يا أبا الوليد. شوف ثم ماذا بعد ذلك قالوا اسمع، فقرأ عليه صدر سورة فصلت أو تسمع إذن قال ماذا، فقرأ عليه ماذا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى أن وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذا الذي أشار إليه أستاذنا الدكتور متولي، قضية ماذا أن الرسول كان يعرض على الناس الإسلام ويقرأ على أو تسمع، يأتي سويد بن الصامت من المدينة، يأتي معاذ بن إياس، ويأتي فلان، ويأتي وفد الخزرج وكذا، كل ذلك رسول ماذا يقرأ عليهم القرآن، يقيم عليهم هذه الحجة. إذن نحن أيضا ماذا أيها الإخوة ماذا سنستفيد من هذه العطاءات ومن هذه الدروس؟ والشواهد على هذا كثيرة. أريد أن أختم، ربما أرى الشيخ ينظر إلي نظرة توحي بأنها تقول لي قد انتهى الوقت فقف، لكن قضية أو أمر بسيط يتعلق بالحوار. قلنا القرآن الكريم لما عرض الحوارات هل شوهها؟ هل بطرها؟ هل ماذا؟ شوف هذه القضية لابد أن ننتبه لها، يريدها كما قال أصحابها، كلام إبليس أورده بكل ما فيه، بل ماذا؟ ضمين لهذه الحوارات الخلود، فهذه الحوارات خالدة. وهكذا هذا يعلمنا أو القرآن يعلمنا أننا ينبغي أن نكون أمة حوارية، نحن في مجتمع متعدد الثقافات متعدد الأعراق متعدد الجنسيات، ينبغي ماذا أن نتحاور، والحمد لله هناك من يقبل الحوار. ثم الكلام في هذه النقطة يطول لكن أكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ورضاه. جزا الله خيرا حبيبنا وصديقنا الشيخ سيدي محمد الحجيوي على هذه الإيضاحات حول محوري الحوار وهذه الاستشهادات بالآيات القرآنية والوقائع الدعوية في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سلط هذا الضوء على موضوع الحوار، وهو طبعا لا يكون إلا بانفتاح وتواصل مع الآخرين من أجل أن يكون الحوار بناء ومفيدا، والمقصود من الحوار التوصل إلى الحق ودحض الباطل والشبهة، أو على الأقل
كسب الموقف الحيادي من الذي يحاورك. لكن أحيانا نجد موجة وحملات تشويهية تحمل شبها وتهما باطلة تلصق بالإسلام على مستويات عدة، فيا ترى كيف يمكن للمسلمين المواطنين في أوروبا، كيف يمكنهم مواجهة هذه الشبهات وهذه التهم؟ هل من سبيل ولو أدى الأمر إلى التقاضي أو ما يشبه ذلك؟ وهذا المحور لفضيلة الدكتور صلاح الدين النكدلي حفظه الله تعالى وبارك فيه. السلام عليكم. يعني يخشى الإنسان من تكرار المعاني وأن يسرق من كلام إخوانه يعني بعض الأمور، فإذا وجدتموني قد سرقت من الشيخ متولي والأخ محمد شيئا، فهذا من باب البيان والاعتماد على على ما قالوه إخواني. يعني نحن طبيعة الحياة يجب أن نفهمها، وهي أن الدنيا عند المسلمين وغير المسلمين هناك ما ذكرته من قبل سنة التدافع. التدافع الله سبحانه وتعالى يعني فطر الناس عليه، لأن الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المحسن وفيهم المسيء، فإذا لم يكن هناك كشف لإساءة المسيء وعدوان المعتدي فقد يقع الناس في تفسيراته وتأويلاته، فلا بد من الإنسان يدافع. في هذه البلاد الحديث عن الإسلام لضعفنا لا نستطيع أن نستخدم القوانين التي تحمينا وتدفع عنا بعض الأذى. ناس آخرون لقوتهم وتمكنهم وتوفير إمكانية الحركة المنسجمة مع القوانين والعرف والعادات وتوفير طاقات في المجتمع يستطيعون أن يدخلوا ويؤثروا في المجتمع أكثر من العدد الكبير، ولكن لا أظن أنه نحن صفر. نحن جميعا يا إخواني يعني نتحدث عن الإسلام بسلوكنا أو نتحدث عن الإسلام بالسلوك واللسان. أهم شيء هو أن نثق أننا قادرون على أن نصنع شيئا ضمن ظروف زماننا ومكاننا وإنساننا المرحلي، وأن نهيئ للمستقبل من أجل إمكانات أفضل. وأهم شيء اللي ذكرته من قبل، ألا نزرع في أجيالنا القادمة معاني تجعلهم عاطلين، تجعلهم حاقدين، تجعلهم بعيدين عن القيام بدورهم في فهم الواقع وفهم الإسلام وتقديم الإسلام بشكل يعني يفهمه هؤلاء الناس، وخاصة بلغتهم وطريقتهم. في أمل كبير، أمالنا نحن كبيرة جدا يعني، وسأذكر بعض القصص لأنه هي التي يعني تساعدنا. لما حدث 11 سبتمبر كان عندنا في 3 أكتوبر في ألمانيا عدد لا بأس به من المساجد، باب المسجد المفتوح، الباب المفتوح في المسجد، عدد من المساجد تقوم بالدعاية والدعوة إلى أن يزوروا الناس المسجد، وتهيئ لهم بعض من المتحدثين وبعض الضيافة وبعض المحاور يعني للحديث عن هذا. فما كل المساجد، ولكن قد يصل عددهم إلى 800 إلى 1000 مسجد ومصلى يقومون بهذا العمل.
هذا بحد ذاته هذا التجاوب يعني في الثالث من أكتوبر من كل عام عيد الوحدة الألمانية فيوم عطلة يكون فبحد ذاته حدث. عندما حدث 11 سبتمبر والهجوم على الإسلام والمسلمين أحدث خوفا ورعبا عند كثير من الناس. 11 سبتمبر قريب من 3 أكتوبر. فأتاني أنا في مسجدنا بعض الإخوة من جيلنا من القادمين من بلادنا أنه يا أخ أبو عدنان الله يرضى عليك يعني هذا الآن تجيب الذئب أو الدب لكرمنا يعني نأتي بهم يوم الثالث من أكتوبر ليشتموننا هنا نقترح إلغاء الاستقبال وقد دعونا الناس وعلقنا وكتبنا في الصحافة أنه تعالوا إلينا نحن على استعداد للقائكم. فلما تحدث الإخوة جمعت مجموعة من الإخوة والأخوات ومن الجيلين الوافد والناشئ. الله أكبر. قلت لهم نحن الآن أمام وضع بهالشكل هذا لأن معظم الذي يقوم بواجبات هذا اللقاء هم من الجيل الناشئ من الإخوة والأخوات بناتنا وأبنائنا فلا بد من أخذ رأيهم في الموضوع هذا. فحصل نقاش حاد. الوافدون شعارهم النافذة التي يأتي منها الريح أغلقها واستريح عقلية. والآخرون الشباب هذا خوف وجبن والرعب والخوف يؤدي إلى خلل بالتفكير وخلل نفسي يعني. فنحن يجب أن نتصدى للمشكلة ولا نهرب منها ونستعين بالله عز وجل. حوار. فقال لي شاب لما اشتد الكلام قال يعني أنت دخلتنا مع بعضنا بالحوار وأنت أراك أصبحت تتفرج علينا يعني. فماذا تقول؟ قلت له أنا أقول ما يقوله الشباب يجب أن نستمر في الأمر هذا. والشباب شو قالوا؟ قالوا يا جماعة نحن الذين سنتصدى إذا شتموا نحن الذين سنشتم يعني مباشرة أنتم ابقوا في بيوتكم وادعوا لنا وتركونا نحن نقوم في الواجب. والحقيقة كان من أنجح اللقاءات هذا وأبنائنا وبناتنا بحجابهن ومعرفتهن باللغة وهذا يعني الحماس الذي يتحدثون به عن الإسلام نحن لا نستطيع أن نوفره بأنفسنا. فيا أخواننا يعني يمكن أن نترك أجيالنا تشارك في دفع الأذى. وأجيالنا الحمد لله يعني لا أظن الموضوع سهل صعب جدا. أجيالنا الآن إذا ما كان إذا جيلنا بنى مساجد أجيالنا الآن أصبح فيهم الكتاب وفيهم لهم مواقع إلكترونية ومنهم يتحدث عن الإسلام بطريقة أخرى وفيهم من يكتب الشعر والأدب يعني بدأت تنمو إمكانات وطاقات متعددة. المهم هؤلاء أن نساعد أن نمد لهم اليد وأصبح فيهم المعلم وفيهم المحامي وفيهم الطبيب وفيهم من الذين ولدوا هنا أن نمد لهم اليد. ولا يشترط أنه لازم يكون فيهم الخطيب يكون فيهم نحن سنبقى الخطباء إلى فترة الله أعلم إلى متى يعني ينقطع أثرنا يعني الخطاب يعني. المهم يا إخواني عندنا طاقات فلنتركهم يطرح صورا عملية في هذا المجال. الشيء الثاني أن نحن في عدد من المؤسسات غير الحوار الفردي اللي بالعمل والمدارس يحصل نحن في عدد من المؤسسات عندنا الانفتاح المنفعل يعني يأتون إلينا يسألون نكلمهم يأتوا إلينا نعطيهم كتاب من الكتب المتوفرة عندنا عن الإسلام والتعريف به هذا.
وليس عندنا ما يكفي من الانفتاح الفاعل، بمعنى أنه نحن نخرج إليهم، نحن ندعوهم إلى حوارات حول محاور في الإسلام مما يجعلهم يفهمون الإسلام. مثلا جنوح الشباب، ما عندنا أبنائنا في السجون، نحن من أبنائنا في السجون، جنوح الشباب. طيب مع من نتكلم؟ يا أخي تعال ادعو الشرطة، ادعو التربية والتعليم، ادعوا الكنيسة، ادعوا الأحزاب، ادعوا ناس من أهل الفكر، وانظر حولك تجد إما في مدينتك وفي مسجدك أو في بلدك ناس من المسلمين عندهم كفاءات أن ينوبوا. ما تأتي به أبو عدنان؟ أبو عدنان ممكن يتخاطب مع ناس ويقدم جهدا في مجال معين، ولكن عندنا طاقات من أبنائنا التي نحن لم نعترف بها، قد يكون عندها بعض السلبيات بمجال، ولكن حبهم للإسلام وقدرتهم على مناقشة مجموعة من القضايا أعلى بكثير من قدراتنا. فإذا أردنا نحن نصحح الصورة، هذا مجال، والمجال الإعلامي مجال ضروري جدا. طيب نهمل القضاء؟ لا، لا نهمل القضاء، ولكن لا نلجأ إلى القضاء مباشرة، وإنما نحاول حل المشكلة بطريق آخر. ولولا الشيخ التشجاني حدد الوقت لذكرت لكم قصة يعني لجأنا فيها إلى الحوار مع السلطة في ألمانيا وتوصلنا إلى نتائج، وبينما كان عدد من أخواننا اذهبوا. شيخ محمد، شيخ محمد، مش محمد طيب في ألمانيا عادة درجت عليها السلطة، وهي أنها توكل إلى مؤسسة خاصة اسمها هيئة حماية الدستور، تقابل في بلادنا المخابرات، ولكن ما بصلاحيات مخابرات العالم الثالث، وإنما بصلاحيات الناس في أوروبا هنا، وهي رصد حركة الفكر وخاصة التصرفات المؤذية كالنازية وغيرها واليساريين والإسلاميين وهذا، ويصدرون في كل مقاطعة وأحيانا على مستوى الدولة ككل كتابا سنويا عن الحالة الأمنية من وجهة نظرهم، ولكن القضاء والدولة لا تأخذ به، إنما تستأنس به إذا وقعت مشكلة يعني هذا. فمن جملة طبعا هذا بيقول لك أنه عندنا في هذه المقاطعة عندنا مثلا النازية لهم المراكز الفلانية، لهم الأماكن الفلانية، يتسترون بالشيء الفلاني ويصنعون كذا، اليساريون الإسلاميون الأكراد، يعني شو شيء يهدد وفي يعني مشكلة في البلد يتحدثون عنه. فمن جملة الكلام عن الإسلاميين، ومن جملة الإسلاميين المركز الإسلامي في آخن يعني يذكرونه في عدد من التقارير. ثم بدأ المواقع الإلكترونية، كانت أول كتب ثم المواقع الإلكترونية، وبدأت بعض الدراسات وبعض المغرضين يكتبون حول الإسلاميين ونحوه، وينقلون عن هذه الكتب وعن هذه الدائرة، دائرة حماية الدستور، أنه يقول كذا وكذا مثلا عن المركز الإسلامي، انظر ما العدد كذا والتقرير رقم كذا يعني لآخره. فنحن ذهبنا، وهذا يؤذينا يعني، ذهبنا إلى محامي وعرضنا عليه أنه نحن نريد أن نرفع قضية ضد هؤلاء. المحامي قال أنا أنصحكم أن لا تدخلوا مباشرة في المواجهة القضائية، وتواصلوا مع هؤلاء وتحدثوا إليهم مباشرة، فإذا لم تصلوا إلى شيء إيجابي
يمكن عندئذ أن ندخل في القضاء، لأن الدخول في القضاء يستدعي العدوانية من طرفهم والرد والدفاع، أنه نحن عندنا معلومات ونحن عندنا فهم صحيح وعندنا كذا وحجتنا كذا، فتدخلون في مشاكل القضاء الله أعلم به كيف ينتهي. فأخذنا برأيه وكتبنا لهذه الدائرة أنتم تكتبون الشيء الفلاني وهذا يؤذينا ونحن نحتج ونطالب بإزالته لأنه غير صحيح. كتبوا إلينا، نحن راجعنا المعلومات المتوفرة عندنا والنتائج التي توصلنا إليها وأعلناها، فلم نجد ما يستدعي هناك ما يستدعي إعادة النظر، فنحن متمسكون بهذا الذي قلناه لأنه عندنا معلومات في الموضوع. كتبنا لهم أن المشكلة إذن في المعلومات وفي طريقة التعامل مع المعلومات مناقشتها والاستنباط منها، ونحن ندعوكم إلى لقاء لاختبار المعلومات، فإذا تبين خطأ ما بني عليه شيء طبيعي يجب أن يتغير ويلغى، وإذا المعلومات صحيحة كيف تفهم، فافهمونا ونفهم كيف تفهموننا، وهذا لا يكون إلا باللقاء والحديث المباشر. فرتبت يعني لقاءات يعني من طرف هيئة حماية الدستور و يعني ما على مستوى المدينة وإنما على مستوى المقاطعة والمركز، وكانت من نتائجه هذا اللقاء أنه بالفعل أزالوا اسم المركز من تقاريرهم. بس هذا لا يعني طبعا أنه نحن هذا يجب أنه نحن نحسن العمل. جزء من الموضوع أنهم عندما التقوا معنا عرفونا بشكل مباشر كيف نفكر. واحد، عدد من المعلومات التي بنوا عليها اكتشفوا على أن يعني غريب، وكان لهم نقد مباشر. وكان معنا في اللقاء من ولد أو أتى صغيرا وعاش وهو كان في 40 أو 45 من العمر يعني بعضهم، وكان معنا أخت ألمانية مسلمة يعني محجبة ملتزمة هذا. فعندما رأوا هذا الشيء كان النتيجة إيجابية وحسنة في القضايا. فالإنسان لا يستعدي من حوله ويحاول، ولكن يستعد ويأتي بناس هذا. وبما أنه أمسك الورقة فأنا أقف عند هذا الحد لأنها إيجابية. جزا الله خيرا شيخنا دكتور صالح الدين النكدلي. شو إذا كنتم ستنصرفون ما في فائدة في الاستمرار، والله كل واحد منكم ينصرف كأن أمامنا بناء وكل مرة يعني تسقط منه كذا لبنة يعني، فنريد أن يبقى البناء متماسكا بلبناته. ترجع إن شاء الله غدا إن شاء الله. أجي معك تحريرة، أجي معك تحريرة. ياك الله بارك الله فيك. أقول جزا الله خيرا الدكتور صلاح الدين نكدلي على هذه الإيضاحات حول قضية التعامل مع التشويه والشبه والتهم التي توجه للمسلمين أو للإسلام أو للمؤسسات المعتدلة التي تسعى للخير والبناء. وطبعا توسع في محور مهم جدا تكملة لموضوع الحوار، وكان على مستوى أعلى وعادت نتائجه إيجابية على المسلمين عموما وعلى الإسلام بصفته دينا وعلى المؤسسة التي تمثل نوعا من العمل الإسلامي في الغرب وفي أوروبا.
طبعا الأصل أن الدور للشيخ متولي ولكن أريد أن أختم به إن سمح بسعة صدره. فإن شاء الله المحور الثاني للشيخ الحجيوي هو ما هي الآليات التي يمكن اعتمادها من أجل أن تكون منبرا للتعريف بالإسلام وللتعريف بحقائقه ولإزالة التشويش الذي يشوش على الناس في فهمهم للدين من خلال ما يقع من تصرفات بعض المنتسبين لهذا الدين. فهم كما نعلم يوظفون الإعلام، وللإعلام قوة تأثيرية، بل في غالب الأحيان الإعلام هو الذي يشكل العقلية الغربية في كثير من المجالات. فيا ترى هل للمسلمين قدرة على إبداع وإنشاء آلية إعلامية مثلا؟ ففي موضوع إنشاء آلية إعلامية تكون بالقدر والمستوى الذي يمكن أن تجابه وتشابه القوة الإعلامية الموجودة في هذه البلاد الأوروبية، كما قال الدكتور صلاح الدين النكدلي، الآليات الموجودة هنا في أوروبا لابد أن نستفيد من تجاربها وأن نستفيد منها وأن نستعمل مثل هذه الآليات للوصول إلى المبتغى بإذن الله تعالى. إذا توفير آلية إعلامية تضارع الإعلام الغربي فلا يمكن مجابهة ما ينشر بالعاطفة. تفضل سيدي محمد. جزاك الله خير شيخ. طبعا لا شك أن للإعلام تأثيرا عظيما على الأفراد وعلى المجتمعات. فيما مضى تحدثنا حول عدد من الأسباب التي كونت تلك الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين في المخيلة الغربية. تحدثنا عن الاستعمار وعن الصراعات التاريخية والحروب الصليبية، وعرجنا على الاستشراق سواء كان الاستشراق في القديم أو الاستشراق التقليدي من أمثال جولد سيهر ومن أمثال جوزيف شخت وروبنسون، وصولا إلى الاستشراق الحديث كبرنارد لويس في أمريكا، وهذا الذي أثر تأثيرا كبيرا في الاستشراق الحديث، وهو الذي حاول تفكيك خطابه الدكتور إدوارد سعيد الباحث الفلسطيني الشهير الراحل، بيّن لنا أن فكرة الاستشراق الحديث والمعاصر ومدى تأثيره على صناع القرار، وقد امتاح منه بعض الذين كتبوا كتبا تنضح حقدا وكراهية وعنصرية تجاه الإسلام، من أشهرهم هينتينشتون، هذا صاحب صدام الحضارات، له كتاب اسمه صدام الحضارات، وهو كتاب كان أثار زوبعة كبيرة، ومثل فوكوياما في نهاية التاريخ. إذن ماذا؟ هذه الأمور مررنا حولها، ولكن الأمر الذي ربما أثر تأثيرا كبيرا هو ماذا؟ وسائل الإعلام. وسائل الإعلام، وخاصة نحن طبعا قلنا بأن وسائل الإعلام ليست على مستوى واحد، قلنا إن الناس ليسوا سواء، هناك وسائل إعلام ربما أن كراهيتها أقل، وهناك وسائل إعلام ماذا؟ تحاول أن تعطي أو أن تنمط أو أن تجعل للمسلمين صورة نمطية تكرر وتكرر ثم تكرر حتى تصبح راسخة في الأذهان. طبعا لو استعرضنا وسائل الإعلام مختلفة من سينما ومن تلفزيون ومن صحف، لنحاول طبعا لا نستطيع أن نحيط في هذا الموضوع إن الموضوع كبير جدا، ولكن ربما بعض النماذج وبعض الأمثلة أو ما وقفنا عنه من دراسات تبين لنا بعض الصور التي تتداول في تلك الوسائل. مثلا السينما، مثلا هوليود، هناك باحث اسمه جاك شاهين كتب ماذا؟ بحثا بعنوان بعنوان صورة المسلمين والعرب في أفلام هوليود. طيب ماذا يتوقع أن تكون صورة العرب والمسلمين في أفلام هوليود؟ الصورة هي ماذا؟ أن الإنسان العربي والمسلم إنسان متعصب، إنسان ضيق الأفق، إنسان شهواني،
حتى وصل الأمر بالتفكيك بالتشكيك حتى في لغته وفي قيمه وفي مبادئه وفي عاداته وفي كل ما يتصل به. هذا في السينما. كذلك أيضا تجد في وسائل الإعلام الأخرى من تلفزيون ومن راديو. هناك باحث غربي كتب كتاب بعنوان الوهم والحقيقة، جون هذا له كتاب قيم، هذا الوهم والحقيقة. هذا الباحث أراد وحاول ماذا أن يبين التحامل أو هذا القدر الكبير من التحامل على الإسلام وعلى قيم الإسلام، فتعرض هذا الباحث لنقد كبير من طرف المؤسسات الإعلامية وشوه الرجل وهو ليس مسلما. وطبعا تحدثنا بالأمس عن كتاب متلاعبين بالعقول لباحث أمريكي، أو هناك بحث آخر بعنوان السينما والتلاعب بالعقول لباحث فرنسي. إذن كل هذه الوسائل ماذا حاولت أن تكون صورة عن الإسلام المسلم. طيب بعد ذلك الآن عرفنا حاولنا أن نشخص شيء ما هذا الداء، يأتي السؤال ما دور الإعلام الإسلامي أو الإعلام العربي والإسلامي؟ نحن الآن نذكر بأن هؤلاء يقذفوننا بسيل من التهم وبسيل من الاتهامات والافتراءات. طيب ماذا قدم الإعلام العربي والإعلام الإسلامي في هذا المجال؟ طبعا لا شك أن الإجابة ستكون ماذا قريبة من الصفر. إذا 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 حسنا الظن نقول لا تكون الإجابة قريبة من الصفر، إن إعلامنا في أحيان كثيرة يكون مشغول بأمور أخرى ويقدم للناس أمور أخرى سيلا من الإلهاء ومن الغثائية. طيب إذن هناك قصور شديد في الإعلام الإسلامي أو في الإعلام العربي والإسلامي تجاه ماذا؟ تجاه نصرة قضاياه، تجاه التعريف بمبادئه، بسماحته، بعاداته، بتقاليده، بحضارته. كل هذه الأمور ماذا نجد تقصيرا شديدا. طبعا الآن ننتقل مثلا الآن من يتحمل المسؤولية؟ نحن طبعا الآن لا نستطيع أن نحمل الإخوة أو المسلمين أو الأقليات الإسلامية ربما عبئا تنوء به كواهلهم، فمن المقرر في الشريعة أن التكليف بما يطاق وبما يستطاع. وذلك الإمام الشاطبي قرر هذه الحقيقة، وإن ماذا لا ليس هناك تكليف بالمستحيل، وإنما هناك تكليف بما يطاق وما يستطاع. لأن أيضا إذا كلفت الناس وحملتهم شيئا فوق طاقتهم هذا يكون ظلما وجورا. لكن طبعا هنا مثلا لماذا لا يكون للدول العربية والإسلامية دور في مساعدة مثلا الأقليات الإسلامية في هذا المجال؟ ولماذا لا يكون للسفارات العربية لدى الغرب أيضا دور في هذا الشأن؟ ولماذا لا يكون أيضا للمؤسسات وللجمعيات المدنية أيضا دور في هذا الإعلام أو في هذا المجال؟ هؤلاء ينبغي أن يتضافروا جميعا لكي ماذا يقدموا عملا أو يقدموا شيئا يستطيع أن يوصل الرسالة أو أن يكونوا خطابا يتلقاه الآخر من الساسة ومن المثقفين ومن الأكاديميين ومن رؤساء الجمعيات ورؤساء الأحزاب. ينبغي ماذا أن نقدم لهم شيئا، لأن من المعلوم أن للإعلام السلبي أو الذي يتناول قضايانا بسلبية وبعدم موضوعية هذا له تأثير ليس فقط على تكوين الصورة الذهنية عند المتلقي الغربي، وإنما له دور أيضا حتى في السياسات. ومثل ما نجد بعض الدول التي تتصرف بذكاء تنفق من ميزانيتها ومالها على بعض الصحف، وربما الآن في الآونة الأخيرة لو تتبعنا بعض ما ينشر في بعض الصحف الأمريكية مثلا في الواشنطن بوست وفي غيرها من الصحف الشهيرة نجد مثلا تنشر لكتاب كانت قبل قليل كانت تصفهم بكل النعوت وبكل النقائص، مثلا مثل بعض كتاب إيران مثل جواد ظريف وغيره ينشر له الآن في هذه الصحف السائرة والذائعة. لأن هذا لكن هذا ليس مجانا، وإنما لابد له من مقابل، لابد من الإنفاق. إذن هكذا ينبغي أن يتعاون الجميع لكي يوصل هذا الخطاب. وطبعا الوسائل القديمة، هناك وسائل تقليدية من تلفزيون ومن صحف ومن إذاعة، هذه طبعا قد يجد المسلم فرصة لتوصيل صورة صوته، وإن كان هذا في أحيان كثيرة مثل هذا الكلام حتى لو صرحت في بعض وسائل الإعلام إذا صرحت تصريحا طويلا وفيه الكثير من القضايا الأمور إيجابية تحذف في الغالب أو في أحيان كثيرة، ويتم تسليط الضوء على بعض الأشياء التي يريدون توصيلها للناس، وهذا حدث في أكثر من مناسبة. طيب لكن الآن الحمد لله في هذا الزمان الذي نعيش فيه لم يعد الإعلام محصورا أو مقصورا على هذه الوسائل، وإنما الآن عندنا ماذا؟ الإعلام
الجديد عندنا الوسائل الحديثة من الانترنت ومن هذه الوسائل التي يمكن ماذا أن نستخدمها. وطبعا ومن المؤسف في أحيان كثيرة أنك تجد أن الكثير مما ينشر من قبل المسلمين عبارة عن صراعات أو عن ردود وعن تشويه وعن أما لو استفدنا من الطاقات ومن الإمكانات المتوفرة في هذه البلاد أو في كل بلاد أوروبا نجد مثلا كما ألمع إلى ذلك الأستاذ الكريم أبو عدنان أشار إلى قضية الاستفادات من الشباب ومن طاقة الشباب. الآن هناك مثقفون، هناك أساتذة جامعيون، هناك أطباء دكاترة، هناك إعلاميون، هناك شعراء، هناك حتى فلاسفة. طيب هؤلاء هل نستفيد من تلك الطاقة؟ هل مساجدنا تحاول أيضا إذا كنا نفتح الأبواب أو نحاول أن نفتح الأبواب؟ الحمد لله هذه سنة حميدة لأن بدأت تنتشر في أوروبا، يفتح المسجد مرة في السنة ويأتي أهل الحي ويلتقون بالمسلمين ويشرح لهم الموضوع مباشرة حتى إن شاء الله حتى تزول تلك السدود وتلك الحدود وتلك الأمور التي كانت تحول بينهم وبين صوت المسلمين. هذا أمر جيد، لكن لماذا أيضا لا يفتح الباب وتكون ماذا لجان من الشباب للتفكير الاستراتيجي، تفكر في أزمات الجالية وكيف تواجه الجالية ما يستجد وما ينزل من نوازل. لماذا لا يكون عندنا فريق أو خلية تعمل على هذا الشكل وعلى هذا النحو؟ وأنا من المتأكد أن هؤلاء الشباب لديهم من الأفكار ولديهم من الإبداع ولديهم من القدرة على التواصل، لديهم الشيء الكثير. إذن لا بد من استفادة من كل هذه الطاقات وأن يكون المسجد ماذا خلية تسع وتستوعب الجميع، تستوعب الصغار وتستوعب الكبار، تستوعب ماذا المثقفين وغير المثقفين، حتى إن شاء الله نكون يدا واحدة نؤثر إن شاء الله في هذا المجتمع. والحمد لله في أحيان كثيرة تجد هذه المجتمعات منفتحة علينا، والشيخ يعرف هذا. في أحيان كثيرة يأتيك المسؤول وتأتيك البلدية ويأتيك كبير الأمن وكذا يريدون أن يسمعوا منك، وفي أحيان كثيرة يطلبون منك المساعدة. طيب لماذا لا نغتنم هذه الأمور؟ إذن فإن شاء الله هذا الموضوع موضوع مهم، فنسأل الله عز وجل أن نستفيد من المتاح ومن المتيسر حتى إن شاء الله نحاول طبعا بكل بحسب طاقته وبحسب إمكانيته يحاول ماذا أن يقدم شيئا لدينه حتى ولو كان شيئا يسيرا. لا تحقروا من المعروف شيئا حتى ولو كان شيئا يسيرا. تكلم صديقا في العمل، الزملاء في المدرسة، الذين تربطك بهم علاقة، تغير ماذا تلك النظرة فتكون إن شاء الله قد أسديت خدمة كبيرة للإسلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجزيكم خير جزاء. جزاك الله خيرا حبيبنا الشيخ محمد الحجيوي وبارك فيك. إن شاء الله لا نطيل عليكم، بقي محور واحد نستمع فيه لفضيلة الأستاذ المربي الشيخ متولي، وآنذاك إن شاء الله لكم واسع النظر في طرح بعض الأسئلة أو في الانصراف، لكن جلوسكم لاستكمال هذا المحور هذا مطلوب، هذا من فرائض الأعمال المطلوبة منكم من قبلنا، وما زاد فهو فضل. نعم، الشيخ محمد الحجيوي تحدث عن بعض ما ينشر وما يكتب وما يذاع وما يرسم عن واقع المسلمين أو عن الإسلام وما يحمل في طياته من تشويه وتنفير وتخويف. طيب، رصد ما ينشر ومتابعة ما يكتب وما يذاع وما يقال عنا، هل يمكن أن نرصد ذلك بصفتنا أفرادا أم لا بد أن نسعى لإيجاد مؤسسة أو مؤسسات تعنى بهذا الموضوع لننتقل من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤسستي؟ والمحور لفضيلة حبيبنا الأستاذ متولي حفظه الله ورعاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
لا شك أن هناك أعمال يجب أن نجتهد للقيام بها كجماعة. فالذين يكيدون للإسلام ليسوا أفراد، وحتى لو وجد فرد منهم فهو وراء مؤسسة معينة تمده بالمعلومات. أنا أعتقد أنه آن الأوان أن نشكل لجان تتوقع المستقبل وتنظر من خلال الماضي إلى المستقبل وتعد بدائل. يعني إذا كان الهجوم بالطريقة الفلانية أو على المجال الفلاني كيف نرد، وما هي الجهة وما هي المؤسسة التي تقوم بعملية الرد. في محاولة في المركز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنجح، بالإخوة يفكروا ماذا علينا أن نقدم في سنة 2020 ولا 2030 إلى 10 سنوات. يعني ماذا نتوقع خلال 10 سنوات القادمة، وكيف نطور أعمالنا وأنشطتنا لمواكبة هذا الأمر المستقبلي. الحقيقة أن الدراسات المستقبلية علم الآن مستقل، دراسات مستقبلية وفي ناس تقوم بهذا الأمر. أنا أعتقد أن هناك أشياء كثيرة جدا حدثت في الماضي وتتكرر الآن وستتكرر في المستقبل، ولذلك القرآن العظيم ذكر هذا القصص: نحن نقص عليك أحسن القصص. هذا القصص مثل ما ذكر قبل قليل في تجارب أمم سابقة، هذه التجارب كيف واجه هؤلاء الكفار، هؤلاء الكائدون، كيف واجهوا دعوة الأنبياء والرسل، وكيف كادوا لهؤلاء. ولذلك الحقيقة في أشياء ستتكرر وفي أشياء يمكن أن نتوقعها. أنا قلت لكم قبل قليل، وليس هذا من قبيل أن والله نحن أتينا بأشياء لم يأتي بها من سبقنا، لا، كان الإنسان يتوقع بعض الأحداث المستقبلية وكان يقول لإخوانه استعدوا لهذا الأمر واستعينوا بالله على مواجهة هذا الأمر. فنحن الآن لدينا من الأجيال كما سمعنا من الإخوة أصحاب التخصصات المختلفة، سواء الذين درسوا التاريخ أو الذين درسوا الإعلاميات. الآن الإعلاميات علم مهم جدا، وعملية التطور في الإعلاميات، يعني لو نظرتم الآن إلى بداية المحمول سنة كام وتطورات المحمول الآن والمتوقع خلال السنة القادمة، لا أقول بعد سنتين، في التطور المستقبلي لهذا الجهاز الصغير المحمول. ولذلك الحقيقة لابد أن نهيئ الأسباب لشبابنا الذين ولدوا في هذه البلاد وامتلكوا اللغة وامتلكوا إمكانية النبوغ في مجالات التخصص المختلفة، أن نهيئ لهم الفرص، أن نهيئ لهم الأسباب، أن نهيئ لهم الإمكانات. قد نحتاج إلى إمكانات مادية، قد نحتاج إلى إمكانات مكانية، قد نحتاج إلى أنه حتى نخصص أخ ليدرس دراسة معينة نطلب منه لما يصل إلى مرحلة ما قبل الجامعة. أنه مثال صغير سأقوله يعني على ما أقول الآن، أن نهيئ إخوة للدراسة في المجالات المختلفة.
قبل فترة من الزمن فكرنا في أنه يعني مؤسساتنا الإسلامية في أوروبا ممكن أن تتعرض لنكسة إذا بعض الإخوة الذين يقوم عليهم العمل يعني ماتوا أو يعني انتقلوا إلى الدار الآخرة. فابتعثنا شخصين أو كانوا ثلاثة، واحد منهم لم يتم، ابتعثنا شخصين درسوا العلوم الإسلامية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وجاء واحد منهم أخذه معهد من معاهد تعليم اللغة اللي بيسموها إيش في الدراسات الاستشراقية، أخذوه نسأل الله سبحانه وتعالى وهو يقدم بعض الوقت للإسلام، وأخ آخر كرس جهده في المركز وفي التعليم في المركز. فهذا أعطاك فرصة لا بأس بها، لماذا لا نخطط نعمل عمل مدروس نفكر نحن نحتاج إلى عالم نهيئ له فرصة التعلم ليصبح عالم، نحتاج إلى شخص متخصص في الكمبيوتر نهيئ له الفرصة والأسباب لأن يتخصص ويبدع في هذا المجال. يعني نقوم بإعداد خطة مستقبلية لتطوير أعمالنا القريبة والبعيدة خلال المدة المنظورة وخلال المدة غير المنظورة. يعني لماذا تكون أعمالنا والله حتى نحتاج إلى الإمام، نبحث عن إمام في هذا المكان أو في ذاك المكان، لماذا لا نعد أئمة؟ الآن في ألمانيا صار في معهد عملته الدولة لإعداد الأئمة، معهد في ألمانيا، ألمانيا أنشأته لإعداد الأئمة. يعني بيخططوا لنا المستقبل أنه بعدين مساجدنا هم يديروها ويوجهوها. ليه؟ لأننا تقاعسنا، لأننا تخاذلنا، لأننا لم نفكر في هذه القضية. فكيف هو يفكر فيها الآن ويهيئ الأسباب لتحقيقها؟ مو الآن دفعة ولا اثنين ولا ثلاثة، الآن المعهد صار له أكثر من 5 سنوات بيشتغل وبيكون أطر لتقود المساجد في المستقبل. الشاهد يا إخواني، الفرصة قائمة ولا بد أن نتخذ الأسباب، والله تعالى سائلنا، لدينا إمكانات، والحمد لله لما أردنا أن نقيم هذا الوقف أقمناه. لما أراد الإخوة أن يشتروا المكان سمعت هذا الخبر اليوم، المكان المقابل هو بمبلغ بسيط لكن سيهيئ فرص للمسلمين غير قليلة. لذلك الحقيقة لابد من عمل مدروس مخطط للمستقبل القريب والمستقبل البعيد، ونتخذ الأسباب لتحقيق الأهداف من خلال وسائل ونحن قادرين. الله تعالى يقول فإذا عزمت فتوكل على الله. فين العزيمة وأين الأخذ بالأسباب؟ مع التوكل على الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إذا أردنا أن نخرج مما نحن فيه إلى ما هو أفضل فلا بد من إعداد العدة واتخاذ الأسباب، والله تعالى قادر على أن يحقق لنا المراد إذا اعتمدنا عليه وأخذنا بالأسباب. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا شيخنا ومشايخنا جميعا وبارك فيهم وأكرمهم ووفقهم لكل خير. هنا أيها السادة، هل تجلسون ربع ساعة التاسعة والنصف ولا عيتوا؟ أريد الجواب منكم في بعض الأسئلة اللي مكتوبة عندي، ما أفتح الأسئلة من القاعة، اللي مكتوبة متوفرة، وأرجو من المجيب عن السؤال أن يجيب باختصار وبدون إطالة لنكمل الأسئلة الموجودة في يدي. وأبدأ
مع فضيلة الدكتور صلاح الدين النكدلي. السؤال يقول: سيدي، كيف نبني أو نقوي مناعة أطفالنا ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا في وقتنا ومجتمعنا الحالي؟ يعني هذا يحتاج إلى ورشة عمل وليس إلى سؤال وجواب. على الأقل نقطة منه كده. إخواني، هذا موضوع تربية وأسلوب حياة، أن لا نزرع في أبنائنا المواقف السلبية من الآخرين، أن نزرع فيهم المعاني الإيجابية، فعندما يحترمون الآخرين وعندما يحبون الآخرين وعندما يختلطون ويعيشون مع الآخرين وفق ضوابطنا التي يجب أن ننميها عندهم، عندئذ نستطيع هؤلاء الأبناء أن يبتعدوا عن الأخطاء التي تقع وأن يصححوا الصورة من خلال علاقاتهم. نحن نسمع صوت الذين يشتموننا، ولكن في هذه المجتمعات هناك تيارات وناس كثيرون لاختلاطهم بأبنائنا وبنا وبإخواننا الذين دخلوا في المجتمع لهم مواقف إيجابية يجب تعزيزها أيضا. وأهم شيء أن أولادنا الأخطاء التي تقع والمشاكل التي تقع قدرتنا على تفسيرها التفسير الإيجابي الذي لا يزرع فيهم الحقد والكراهية والتطاول على الآخرين. ومن جملة ذلك في بيوتنا أن نراعي أخلاقنا عندما نتحدث عن الآخرين، فلا نلعنهم ولا يعني نتكلم الكلام السيء عندهم هذا، وأن نقيم محاضن تربوية في مساجدنا تهتم بأخلاقهم وسلوكهم، فهذا رد من الردود يعني التربوية إن شاء الله تعالى. يا الله، جزاك الله خيرا. الشيخ متولي حفظك الله ورعاك، لك سؤالان. في انتهاء محاضرتكم القيمة جاءك سؤال عن شراء البيوت في أوروبا عن طريق البنك، ووضحت موقفك وأجبت يعني هنا في هذا السؤال، وهذا قد أجبت عنه، لكن تتم لهذا السؤال: إذا كان المسلم قد استدان من البنك الربوي فعلا فماذا يفعل؟ هذا السؤال الأول، وإجابة مختصرة. الإجابة المختصرة: إذا استطاع بأسرع ما يمكن أن يتخلص من هذا الدين، لأنه دين، فهل لديه إمكانات يعني يبيع شيء موجود عنده وفره، بده يطلع حج، بده يعمل عمرة؟ لأنه بعض الناس بيتصور أنه ممكن مدام الدين في البنك موجود ممكن أعمل حج. لا، سدد الدين، حتى ولو كان أنت وفرت عندك مبلغ حتطلع به للحج، سدد الدين، لأنه تسديد الدين هذا سيخلصك. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني كان إذا مات الميت، هذا في القرن الأول، يسأل: هل على الميت دين؟ إذا قالوا عليه دين يقول: فليصلي عليه غيري. صلاة الجنازة وصلاة النبي في صلاة الجنازة عليه رحمة، يقول عليه: صلي عليه غيري. فواحد قالوا عليه دين يا رسول الله، لكن واحد قال: أنا سأسدد هذا الدين يا رسول الله، فصلى الجنازة. ثاني يوم قابل هذا الشخص في المسجد: دفعت الدين؟ قالوا: لا، ما دفعته، هدفعه يا رسول الله. اليوم الثاني سألوا، الثالث وجد نفسه حيروح المسجد والنبي حيسأله عليه الصلاة والسلام، فراح سدد الدين. قال له: سددت الدين؟ قال: نعم. قال: الآن توقف عنه العذاب. شوفوا يا إخواني، لذلك لا تستهينوا بمسألة أنه نستدين من البنك أو نستدين من جهة، لأنه أنت تدفع ربا. لذلك فليسارع بأسرع ما يمكن لسداد الدين. السؤال الثاني الشيخ، السؤال الثاني كذلك باختصار: ما رأيكم
وهذا موجه إليك يعني باسم، ما رأيكم في حوار الحضارات؟ هل فيه منفعة للمسلمين أم لا؟ إذا كان لا فما البديل عنه؟ أنا أقول الحوار مطلوب، لكن لابد أن نعرف مجال الحوار فيما نتحاور، ولا بد أن نعرف من الذي سيتحاور، يعني من الذي سيحضر في هذا المجال. قبل قليل سمعنا نحن أنه يأتي لك بإنسان ضعيف ويأتي بأقوياء، وهذا الضعيف معلوماته محدودة يسيء إلى الإسلام وإلى المسلمين. هذا الحوار لا يكون حوارا نافعا، نريد حوار يمكن المسلم القادر من أن يبلغ دعوة الله، هذا الذي نريده. نحن نريد أن نسمع هؤلاء. والله يا إخواني في تاريخنا أشياء مفيدة جدا. أنا أنصح إخواني أن بس نرجع للكتب القديمة، الكتب اللي شو سبحان الله، يعني ابن تيمية رحمه الله قدم للإسلام خدمة من أجل الخدمات، و هذه الموسوعة التي تركها موسوعة تحتاج إلى أن نطلع عليها، بس أهل العلم، مو والله أي واحد يقول لي أنا معلوماتي في اللغة العربية محدودة وقدرتي على الفهم محدودة أروح أجيب كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية، لا، بدأ يعني متخصص، إنسان قادر على أن يستفيد. لدينا ثروة علمية موجودة وعندنا قدرة على استشراف المستقبل واستحضار الأشياء التي تمكننا من أن نحاور بقدرة وقوة، ولكن القوي الأمين، بدنا قوي في هذا الأمر في التخصص، أمين على هذا الدين حتى يستطيع أن يقوم بواجبه في الحوار. لكن أن نقدم للحوار ضعفاء يؤكلون و يعني نعم. من ورائهم تمرر أمور على الإسلام وعلى المسلمين، أنا لا أقبل هذا الحوار. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخ الحجيوي، سؤال موجه إليك، هي نصيحة، يقول أرجو من المشايخ أن يقدموا نصيحة للمسلمين والمسلمات في المؤسسات والمساجد بضرورة التعاون والمحبة وترك العصبية والقبلية التي تعطل الأعمال وتجعل البعض يعادي الآخر، فأرجو هل من نصيحة للشيخ الحجيوي؟ طبعا هذا الأمر أصبح مشاهدا في عدد من المساجد. المسجد بني ليكون مكانا لزيادة الإيمان والاستفادة من عطاءات المسجد، أما أن ننقل بعض التصرفات والممارسات والعصبيات وثقافة التحيز، هذا مثلا على مستوى البلد الواحد نجد صراعات، مثلا إذا أخذنا المغرب نموذجا نجد مثلا هذا من الشمال وهذا من الجنوب، هذا من الأمازيغ، هذا من الداخل، هذا من الجنوب، هذا ما هذا؟ الله سمانا مسلمين، ونحن طبعا عندنا آصرة العقيدة من أهم الأواصر التي ينبغي أن نجعلها هي التي نعتمدها في علاقاتنا. المجتمع المدينة أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الآصرة، وذكرهم بتلك الاختلافات وتلك العصبيات، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن إذا كنا نأتي إلى المسجد حقيقة فينبغي أن نأتي بقلوب صافية، وأن نبتعد عن العصبيات، وأن نذكر بأن ثمة وأن نذكر أن هناك مظلة نستظل بها جميعا، هي مظلة الإسلام، هذا المظلة الواسعة، ثم البقاء إن شاء الله للأحسن والأفضل. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سؤالان فقهيان كمل إن شاء الله. سؤال يقول ما حكم الزوج الذي يستهزئ بزوجته وبأهلها ويسفهها ويقول لها دائما كذا وكذا، أنت لا تعرفين شيئا، ثم ما حكم المرأة المتضررة من زوجها لو طلبت الطلاق؟ طبعا هذا ثم في السؤال بالكسار. ثم في السؤال أمران، أمر ربما يصلح أن يكون الجواب عنه عاما، وأمر يحتمل ماذا؟ أو يصح أن يكون الجواب عنه خاصا. صح. حتى تعرف كيف تنزل، صدقت، حتى تعرف كيف تحقق المناط. لأن مثلا مسألة الاستهزاء بالزوجة هذا يناقض المقصود من الزواج. الزواج شرعه الله لمقاصد، ومن المقاصد التي أشار إليها القرآن الكريم
ذلك المقصد الذي جاء في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وكذلك ماذا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن أقل ما يقال في مثل هذا يحتاج إلى تربية، أن أقل ما نقوله فيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الشيخ متولي، هل يجوز للمسلم أن يهنئ غيره بدخول رأس السنة الجديدة؟ نعم، يجوز أن يقول له أتمنى لك عاما طيبا وأسأل الله تعالى أن يوفقك لفعل الخير. يجوز أن يقول له أنه يهنئ ببداية العام ويقول له أتمنى لك عام طيب، ما ليس فيها أي شيء، يعني لم يجد الإنسان نص، أو أنا على الأقل لم أجد نص يقول أنه أنا ما أهنئ ببداية عام جديد وأتمنى له أن يكون هذا العام عام خير وسعادة. وبداية العام رأس السنة ليس ليس عيدا دينيا، ليس عيدا دينيا، أيوة هذا لا الأمر لا بد مع الأسف لا. كثير من الناس يخلطون، لا 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 ليس عيدا دينيا، وكمان العاشر من محرم ليس عيدا دينيا، بعض الناس بتستخدمه في استخدامات غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود بيصوموا هذا اليوم، فأمر المسلمين بصيامه وقال لو عشت للقادم للعام القادم لصمت تاسعاء وعاشوراء ليخالف. ففي بعض الناس الآن بتجعل عاشوراء موسم عجيب جدا، وفي بعض الناس كمان وصلوا به إلى الشطط، لا ينبغي أن يكون هذا الشيء في الإسلام. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. إن شاء الله في سؤالان في موضوع واحد، ويبدو هذان السؤالان ورد بسبب ما ذكره الشيخ الدكتور صلاح الدين نكدلي عن موضوع الدراسة مع الحجاب، لو الفتاة منعت من الحجاب في المدرسة هل تترك الدراسة؟ المشكل في بعض البلدان الدراسة إلزامية، وإذا كانت البنت لم تصل 18 سنة ولم تذهب للمدرسة قد تؤخذ من بيت أبويها وترسل إلى مكان خاص. والجواب للشيخ الدكتور صلاح الدين. يعني الشيخ محمد جزاه الله خيرا أتى على المفصل الأساسي. يا أخواننا، الأحكام الفتاوى عندما يريد إنسان يتحدث عن قضية من القضايا في حالة عادية وفي حالة شاذة استثنائية. إذا نتحدث عن الحالة العادية كلنا يجيد الحديث عنها تقريبا، أما الحالة الاستثنائية فتحتاج إلى تصور المصالح والمفاسد والمآلات المستقبل. فإذا لم يكن الإنسان عنده القدرة الكافية فحفظه لبعض النصوص وغيرته، هذه الغيرة هي أن تدل الناس على فعل الخير لتجنبهم مطبات ومهالك. العلم إذا كان في ذهن الإنسان نوع من الكمالات، نوع من الفضل يسمح لابنته أو لأخته في أن تتعلم، هذا إنسان عندما يكون في عقله هذا، غير الإنسان الذي يرى أن المرأة، الآن الحديث عن المرأة، المرأة والرجل، أن المرأة ينبغي أن تتعلم من أجل بناء المستقبل والخروج من الأزمات الكثيرة التربوية التي نحياها نحن. فإذا كان عنده الموضوع حياة أمة، إذا حياة فرد فمن اضطر غير باغ ولا عاد يمكن يتجاوز فيه المحرم بنص صريح واضح. فعندما تكون المهلة الهلاك يهدد أمة في المستقبل، من يقدره؟ ينبغي أن يقدره أهل العلم، ولا تتسرعوا. فنحن نحب ديننا ونغار عليه ونحب أهلنا ونغار على أعراضنا، ولكن الموضوع موضوع أنه كيف نحن نتصرف في كل حالة بما يرضي الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
يا شيخ أنت دكتور أبو عدنان يبدو أثرت قضايا. السؤال يقول: متى تفتح أبواب المساجد في وجه الشباب المسلم المتعلم أبناء البلد من أجل تسييرها بشكل متطور بدل الطريقة التقليدية التي يعتمدها الوافدون؟ هذا عم يهاجمنا مباشرة. أعطيناهم الحجر. الأستاذ عصام العطار حفظه الله وعافاه، وبعد أيام يعني يكمل 90 على الميلادي، 93 بالهجري. يقول: المشكلة ليست كبير وصغير، المشكلة في القدرة، في الإمكانية. إذا أنا أعرف اللغة وما مسلح بمعرفة شرعية وتقوى في القلب وغيرة واضحة على الإسلام والمسلمين، لا أستطيع أن أخدم الإسلام والمسلمين بكلام منمق أدبي. فإتاحة الفرصة للشباب، من النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيه ناس كثيرون، ولكن كان يقول لهم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. اثنين، يعني نحن عندما ننقد الجيل الأول، طبعا نقول للجيل الأول: عليك أن تتواصل مع الأجيال الناشئة، والأجيال الناشئة ما يزال ناس من بلادنا يأتون بالعشرين سنة والثمانية سنة، وهذا للدراسة والتخصص، وهذا ما يزال يعني خاصة في المدن التي فيها جامعات، يشعرون أن بلادنا لم تنقطع، وأن بعض الدول لها أهداف بفتح أبواب الدراسات العليا في لبعض البلاد العالم الثالث. هذه قضية أخرى. يعني في عندنا دائما جيل ناشئ، الجيل القديم الذين يحملون أمانة الدعوة بنوع من الأهلية، ليس كل الذين يرتادون المسجد من ذاك الجيل. الذي يحمل المسؤولية أعداد قلائل طرحوا صورة من صور العمل، فاجتمع حوله الناس وأقاموا هذه المؤسسات من أجل أن نحن نهيئ لأبنائنا دورا في مساجدنا. علينا أن نجلس إليهم باستمرار مع الطاقات الفاعلة لنولد معهم صورة من صور التي نستفيد منها من جهودهم. عنا ضعف، عنا مشاكل مادية، عندنا نعم موجودة بعض يعني المعوقات، ولكن يا إخواني صدقا أبنائنا ما كلهم يتطلعون إلى إدارة المساجد، لكننا نرتجي منكم مجاملة نسلو بها وعلى الأهوال نصطبر. نحتاج من الجيل الأول فهمنا وإتاحة فرصة ليقوموا بعمل. يعني أنا مثلا أخذ من نفسي، أنا يعني ما حد ينافسني، ما حد يقول لي امشي هذا. لماذا؟ لأنه مجموعة من الشباب والشابات يجدون أنفسهم عاملين وينشطون. هذا بقول لك أبو عدنان للبركة والله يخلي لنا إياه، ونحن نقوم بعمل هو لا ينافسنا فيه، وهو يقوم بعمل نحن لا ننافسه فيه. هذا فما في مشكلة في الموضوع هذا، ولكن ما كل الأجيال صاحب الدعوة وصاحب الرسالة، لأنه جيل جديد معناها هو قادر. لا، يعني أبنائنا بعضهم يعني يميل إلى الإدارة، ومعظمهم ترى لا يميل إلى الإدارة، ولكن يميل أنه تسلم عليه، تجلس معه تقول له تعال اصنع كذا، اصنع الآخر، فيأتي ويصنع. وبالتكامل تتولد الأمور إن شاء الله. الله. وختاما هناك سؤالان: هل يجوز للمرأة الذهاب للمسجد
للصلاة على الجنازة؟ الجواب نعم. هل الشيخ عماد السؤال بهل يجاب بنعم؟ يجوز للمرأة أن تذهب للمسجد للصلاة على الجنازة؟ هو تشييع الجنازة هذا اللي فيه مشكلة. نعم. والوقت يعني وقت يعني إذا كان الوقت نهارا بحيث أنه ما تستطيع أن تأتي وترجع بدون مشكلة، أما إذا كان لا، هو السؤال الآن ذهاب للمسجد يبقى ما يعتريه من موانع كلام آخر. نعم. يعني الذهاب سيصلى على الجنازة في المسجد، هل المرأة تأتي للصلاة على الجنازة؟ الجواب نعم. الذهاب مع الجنازة إلى القبر هذا كلام آخر، هذا فيه نهي. وهذا قال لك سيدي التشقاني، ما رأيكم في شراء البيوت ببلجيكا عن طريق الدولة؟ ثم قال لماذا لا تدعون لإحداث بنوك إسلامية في بلجيكا أو هولندا أو الغرب عامة؟ ما لكم أنتم المؤسسات ما استطعتوا أنكم تخرجوا لنا بنكا إسلاميا؟ مجرد كلام مؤتمرات يا سيدي، جمعوا الأموال هذه لنا أبناك. بالنسبة لبلجيكا كانت عندنا محاولة مع البنك اللي يسمى فورتيس، وجلسنا مع المسؤولين عدة جلسات، وبعثوا من الموظفين في مؤسستهم البنكية إلى ماليزيا وإندونيسيا من أجل مراقبة ومتابعة طريقة التعامل عند الأبناك الإسلامية في تلك البلدان. الذي نسف المشروع بنو جلدتنا. طبعا هم قالوا إذا رأوا الأمر ناجحا سيعملون على تغيير القانون، لأن القانون في بلجيكا لا يسمح للأبناك أن تتعامل بغير طريقة نظامية ربوية، لأن ما عندهم يعني هناك قانون لا يسمح بالأبناك أن تدخل في مشاريع تجارية. عرضنا لهم مثلا أو عرضنا عليهم بدائل في التعامل في قضية الاستفادة من الأموال التي يمكن أن يبذلها البنك للمستفيد عن طريق ما يسمى ببيع المرابحة وما شابه ذلك. فاستحسنوا الفكرة وتبنوا المشروع، وأنا مع الأسف كانوا سألوني سؤالا مطلقا وأجبت إجابة مكتوبة، يا ليت أعثر على هذه الإجابة، أنه لأن هناك بعض الأمور، طبعا إجابة شخصية، ليس أنا لست متخصصا لا في الأموال ولا لا متخصص في أخذ الأموال وجمعها من المحسنين داخل المساجد هذه. نعم، قضية شراء البيوت عن طريق الدولة في بلجيكا، هناك جهة مالية أو بنكية هي تبع للدولة، لا تقرض لكل الناس، هذه تسهل المأمورية لأحوال معينة إذا كان شخص في تلك الحالة، فيشترطون عليه شروطا وتكون الزيادة قليلة، ويقولون هم بأن هذه الزيادة هي للخدمات، لكن في العقود لا يكتبونها للخدمات، يكتبونها لانتيريس يعني ربا. وأنا كنت جلست مع هذه المؤسسات أيضا مع مجموعة من الإخوة، الدولة هذه حينما ترخص لهذه الجهة لتعطي المال للمشتري لا تعطي المال مباشرة، لابد أن تقوم المكان الذي يريد شراءه، ثم تعطيه المال لشراء هذا المكان، تحوله لصاحب المكان، ويشترط على المشتري ألا يبيع ولا يدخل مكتريا معه، لأن الدولة أعانته أو ساعدته على شراء البيت. هذه الحالة الموجودة في بلجيكا بالنسبة لموضوع العقد فيه أن الزيادة ربوية،
يعمل 1.5% ولا شيء من هذا القبيل. ولكن المشكل أن الصيغة صيغة العقد فيها الربا. لو استطعنا طلبت منهم هذا أن نغير العقد إلى حساب المال الذي يشترى به المكان، وبالإضافة قضية الخدمات، إذن المجموع على هذا الإنسان أن يؤدي المبلغ كاملا ويدخل في قيمة الشراء. هذا الأمر لم يقبله. ولذلك بالنسبة للأبناك، ربما سمعت كانت هناك محاولة تجربة هنا في هولندا، وكانت هناك محاولة تجربة في ألمانيا، ولكن بريطانيا فيه بنك إسلامي موجود، وكانت محاولة في لوكسمبور، ولكن تحول البنك من بنك إسلامي إلى بنك له خصوصيات خاصة لا يتعامل في هذا المجال. إذن هذا ما يسر الله تقديمه في هذه الليلة المباركة. والشيخ ممدوح 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 ممدوح، قم وأخبر ما هو البرنامج.